ينتخب، ينتخب مش هم اللي ينتخبوا نفسهم، مش اعضاء المجلس ينتخبوا. الحاجه الثانيه حكايه الاغلبيه والاقليه دي، انت ممكن قوي بمنتهى البساطه الاغلبيه دي تبقى اقليه. الحاجه الثانيه انه ما ينفعش انك انت تعمل ورقه دواره جاهزه لاختيار من سوف يضع الدستور. عايز تعمل انتخابات حره، يعني اختيار حر. انا رايي انه تشكل هذه اللجنه، ها هذا التعالي وهذا الاستحواذ غير مقبول في وضع الدستور. تشكل بمعنى ايه يا فندم؟ تختار، يعني النقابات تختار والاحزاب تختار والفئات تختار، كل واحد يختار من يريد ان ينوب عنه.